مشاهدينا السلام عليكم. يحتفل اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول ديسمبر من كل عام منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. جاء في الإعلان: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط من الكرامة، وكل الناس سواسية أمام القانون، ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان إقامته واللجوء هربا من الاضطهاد، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا. الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، ولكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين وحرية الرأي والتعبير. لكل شخص الحق في العمل، وله حق الحماية من البطالة، وله الحق في أجر عادل يكفل له العيش بكرامة. ولكل شخص الحق في التعليم المجاني، ويجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان وتعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية. اليوم مشاهدينا نبدأ تغطيتنا التي تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المغربية في لندن للحديث عن حال المرأة العربية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حال المرأة العربية مشاهدينا الذي يحمل الكثير من الشجن والقليل من الأمل. طبعا سيكون محور حديثنا مع ضيفاتنا اليوم موضوع المرأة العربية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان. نبدأ بالترحيب بضيفاتنا. معي بالاستوديو الأستاذة وفاء أبو سعد، الناشطة النسوية الفلسطينية، وهي عضوة من أعضاء الجالية الأردنية في بريطانيا، وأيضا عضوة من أعضاء الجالية الفلسطينية منذ أكثر من 30 عام. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا. أيضا سوف ينضم إلينا بعد قليل عبر السكايب من مدينة نوتنغهام في بريطانيا الدكتورة فلة الأحمر، الأكاديمية والباحثة في المجال التربوي والاجتماعي، ومن إسطنبول الأستاذة غصون أبو الذهب، الناشطة السياسية والإعلامية، سوف تكون معنا عبر السكايب أيضا من إسطنبول وهي من سوريا. نرحب بضيفاتنا، أهلا وسهلا بك. بما أنه اليوم القدس فلسطين المحتلة تشهد غضب كبير، هناك مظاهرات يومية واشتباكات يومية رفضا لقرارات أو قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، المرأة الفلسطينية اليوم تدفع ثمنا باهظا كما نتابع ونشاهد من خلال يعني وسائل الإعلام المختلفة. كونك فلسطينية، كيف ترين هذا المشهد؟ كيف يمكن أن تحدثينا عن وضع المرأة الفلسطينية على الانتهاكات التي تمارس بحقها؟ نعم، أشكرك في البداية على استضافتي في هذا البرنامج، وأنتهز هذه الفرصة أحيي أخواني وأخواتي في فلسطين وفي كل مكان العالم. نعم، أراه مسيء جيد جدا للغاية، فيه نوع من العنصرية، وهو سبب كبير للكراهية، وهذا يسبب عنف ولا يسبب الخير. ونحن لست متفائلين في هذا القرار أبدا، ونتمنى من الله عز وجل أن يضعنا في مكان وهو مكاننا اللي هو القدس الشريف، ونسأل الله العلي العظيم أن يدخل الرحمة في قلوب الإنسان والإنسانية. ومن ثم نعم، نحن هنا في الدول الأجنبية عملنا مظاهرات كثيرة بناء رفضا على قرار ترامب وأمريكا وطبعا إسرائيل. فلسطين حرة، فلسطين بلد الجبارين، وفلسطين هي عاصمة القدس.
أبدية إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة وفاء، عندما نتحدث عن المرأة الفلسطينية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يعني إلى أي مدى المرأة الفلسطينية تعاني من اضطهاد يمارس عليها بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال أو حتى من قبل المستوطنين كما نشاهد؟ نعم، نحن في محنة ونحن في امتحان. المرأة الفلسطينية تعاني جدا، وأكثر منا نحن هنا في بلاد الشتات، ولكن في بلاد فلسطين كما نشاهد العنف وارد وكلما يزداد، ونحن في محنة كبيرة، ونسأل الله العلي العظيم أن يكون معنا وليس علينا، ونطلب يوم صرخة القدس أن يكون الأمة الإسلامية تتحد معنا، وأن المرأة فعلا تعاني في كل مكان. ولكن بحب أبشرك أن المرأة الفلسطينية مرأة جبارة، مرأة قادرة على التحدي، والأمل موجود، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكون معنا، ونسأل الله العلي العظيم أن يدخل الرحمة في قلوب الأمة الإسلامية. آمين. اسمحي لي أذهب عبر السكايب إلى مدينة نوتنغهام، معي من هناك دكتورة فلة الأحمر. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة فلة. أهلا وسهلا بك وجدان، وأشكرك على الدعوة وأحيي ضيفتك الكريمة وفاء. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا في الحديث عن حال المرأة العربية هناك الكثير من الهموم، ولكن دعينا نبدأ بوضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال. البارحة فقط تم اعتقال الكثيرات من الفتيات اللواتي حاولن أن يتظاهرن يحملن العلم الفلسطيني تعبيرا عن غضبهم ضد قرار ترامب. ما رأيك بموقف المرأة الفلسطينية في هذا الصراع مع دولة الاحتلال؟ وإلى أي مدى الحقوق ضائعة ولا نرى أحد ربما يتحدث عن هذه الحقوق الضائعة؟ تفضلي. بالنسبة للمرأة الفلسطينية في فلسطين أو بالنسبة للمرأة المسلمة عامة، هناك ازدواجية في المعايير في تقييم وضع المرأة. فبالنسبة للمرأة خاصة في فلسطين، وخليني الآن أؤكد أن قرار ترامب يعكس حماقته ويعكس تسرعه ويعكس تحيزه، ولكن هذا ليس غريب عن الإدارة الأمريكية أن يقفز ويعطي ما لا يملك لمن لا يملك. لكن نرجع للمرأة الفلسطينية، هي هناك على ثغرة نجد أن هذه المرأة تقدم المجتمع الفلسطيني لأنها هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة، فهي تعاني من العنف العسكري الذي تعاني فيها من الضرب والاعتقال، هي كذلك تعتقل، زوجها يعتقل، ابنها يعتقل، فهي تعاني كل يوم من أجل الحفاظ على هويتها كمسلمة، من أجل الحفاظ على شعائرها، أن تدخل المسجد الأقصى تعاني عن البوابات وتعاني التفتيش وتعاني الاعتقالات وتعاني حتى في الاعتقال إهانات من أجل إهانة كرامتها، حتى حالات يقلع منها، ينزع منها الخمار، ينزع منها يعني عنفا من أجل إهانتها وإهانة كرامتها، حتى يفرض عليها أن تسكت، قضية التسكيت يعني، وهذه كما يعامل بها الرجل تعامل بها المرأة. ولكن أين المنظمات الدولية؟ طبعا توجد حركات هنا وهناك، ولكن ليست بالقوة التي نجد فيها مثلا قضية الحجاب أو يعني تصبح لافتة عريضة، ولكن أن تعتقل المرأة وتهان وتضرب في المعتقلات الإسرائيلية من أجل حقها في حرية التعبير عن رأيها والحفاظ على مقدساتها، فهي مصادرة في هذا الحق. فأنا تحياتي للمرأة الفلسطينية في الحقيقة على شجاعتها التي تبديها في مجتمعها الفلسطيني من أجل الحفاظ على هويتها، الحفاظ على لغاتها، الحفاظ على دينها، من حقها ومن حق كل إنسان، من حق كما حق غيرها أن يحافظ على هويته وعلى لغته، فمن حقها كذلك أن تحافظ على هويتها وعلى لغتها وأن تحافظ على أسرتها كما تراها هي، وليس كما يفرض عليها من المستعمر. نعم دكتورة فلة، وأيضا ضيفتنا في الاستوديو أستاذة وفاء، على أمل أن نتصل بالأستاذة غصون بعد قليل. يعني عندما نتحدث عن المرأة المسلمة في المهجر وفي الدول الغربية، يعني أيضا هذا الكلام موجه لك أستاذة وفاء، يعني في الفترة الأخيرة وبسبب ما يعرف بالإسلاموفوبيا تعرضت المرأة المسلمة للكثير من الاضطهاد وأيضا للاعتداءات كونها
تلبس رمز إسلامي وهو الحجاب في أكثر من مكان، ونحن لدينا الفيديوهات اللي نتابعها حول موضوع الاعتداء على السيدات المسلمات. يعني برأيك أنت كأم وأيضا كامرأة مسلمة في الغرب، كيف ترين هذه الاعتداءات يعني وهي أصبحت تتكاثر هذه الأيام؟ وللأسف الشديد هناك اعتداءات بالأسد كما كنا نسمع، هناك تحذيرات حتى من الشرطة البريطانية، إذا ما تحدثنا عن بريطانيا تحديدا، بأنه يجب على المرأة المسلمة أن تحمي نفسها، أن يكون الهاتف النقال معها دائما، أن عندما تسوق السيارة يجب أن تغلق النافذة. كلها أمور يعني كأنه عبء على المرأة المسلمة في الغرب. رأيك بما يحدث في هذا الصدد؟ نعم، نحن في حرب على الإسلام وهو واضح كما تفضلت أختي وجدان. كمسلمة عايشة يعني في دول أوروبية وهي دول بريطانيا، في تمييز وفي كراهية للإسلام، وكما وصفوها الأمريكان الإسلام هو كانسر، يعني مرض سرطاني الله يكفيكم شره، لازم ينتزع. فهذا حلم لم يتحقق. الإسلام سيبقى ولم يموت. الإسلام دين حق، الإسلام دين السلام. نعم، نحن نواجه هنا في بريطانيا بما أننا نرتدي اللباس الإسلامي أنا وأصدقائي، لنا صراحة أكون معك أكثر صدقا، لا يعني لا يمكننا الظهور بالوقت المتأخر بما أنه خوفا وحرصا على أرواحنا من الأسد التي انتشرت مؤخرا في بريطانيا، وأعرف كثير ناس تآدوا منها. نسأل الله العلي العظيم أن يا رب نسأله يعني أن يحمينا ويحمي ديننا ويقوي إيماننا يا رب. دعيني أذهب إلى الدكتورة فلة الحديث عن هذا الموضوع. يعني دكتورة فلة، هناك الكثير من الفيديوهات التي تصور انتهاكات مورست بحق المرأة المسلمة المحجبة في بريطانيا. يعني أيضا هذا نوع من ضياع الحقوق، كيف للمرأة المسلمة في الدول الغربية أن تدافع عن هذه الحقوق؟ هل باعتقادك نحن ما زلنا مقصرين في هذا الصدد؟ التقصير طبعا موجود، ولكن دعني أقول أن هناك تنميط. إذا أردت أن تهمش أحدا وإذا أردت الاعتداء أن يكون عاديا في المجتمع، فعليك أولا بتنميط هذا الآخر، بتنميطه والكلام عليه أنه هو كذا وكذا وكذا. هذه الأوصاف تضعه بعد ذلك في خانة أنه يجب أن يتحضر. وبالتالي نحن لما نتكلم عن حضور الإسلام في أوروبا عامة، المجتمع المسلم في أوروبا الإحصائيات تختلف، ولكنه من 9 ملايين إلى 15 مليون بين الدول الأوروبية المختلفة الموجود. هذه الملايين تناقش قضاياها من زاوية كيف نحضرها وكيف ندمجها في المجتمع، والمرأة تأتي كمفتاح لهذا لسياسة الإدماج في المجتمع. المشكلة ليست هناك، فالمرأة يجب عليها أن تقوم بدورها في المجتمع الأوروبي، ولكن المشكلة أن لا تقبل المرأة بهويتها، وإنما ترى هذه الهوية كمشكلة، حجابها مشكلة. وهذا دكتورة فلة ربما هذا ينافي إعلان حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ذكر أنه يجب عدم التمييز في الشكل واللون والملبس والدين. نعم بالتأكيد، هي المرأة تناقش من خلال دائما من خلال المواريث أنها غير عادلة في يعني في المجتمع، أن الشريعة تظلمها وأنها في الأسرة تابعة لرجل وأن لا صوت لها. وبالتالي في الذي يتكلم عن المرأة المسلمة ليس لها صوت، إنما هو يجب أن يتكلم على لسانها ويخبرها ويعلمها كيف تعيش، يحضرها كيف تعيش. وبالتالي فلا نستغرب لما نجد ديفيد كامرون مثلا سابقا لما تحدث عن المسلمات وتحدث أنهن سبميسيف، يعني أنهن مستسلمات، وأن لا ليس لديهن اللغة الإنجليزية، وأن عليه أن يضع ميزانية من أجل المرأة المسلمة حتى تدمج في المجتمع وتعلم اللغة الإنجليزية، يعني تتثقف بطريقة أخرى.
تنميط خطير، ولما نجد الأوفساد يعني المشرفة على الأوفساد تعلن أنه أن على الأوفساد هي الهيئة التفتيشية للمدارس التي تفتش المدارس. نعم. يعني المفتشية العليا لهذه الهيئة تعلن بعد اجتماعها مع مجموعات ضغط ضد الحجاب، تعلن أن من حق المفتشين عليهم أن يسائلوا البنات المسلمات المحجبات في المرحلة الابتدائية. يعني هذا يعرض البنت يعني هي في مكان في الابتدائي ليس لها القدرة على الرد على الأدلتس على البالغين، فهي في موقف ضعف، وبالتالي فهويتها هنا أتاكت، يعني تهاجم من طرف الانستيتيوشن من طرف المؤسسة. نعم. دكتورة فلا، دعيني أركز على هذا الموضوع حتى نفهم مشاهدينا يعني ومن يتابعنا من خارج بريطانيا، أنه هناك يبدو في مشروع من هذه اللجنة المسؤولة عن التربية وتفتيش المدارس البريطانية لاستجواب الطالبات المسلمات المحجبات، أنه من أمركم بلبس الحجاب؟ هل أنتم رغبة منكم أم لا؟ يعني وهنا تكمن المشكلة وتخلق نوع من الحساسية، خاصة أنه نحن نعرف في المجتمع البريطاني يعني اليهودي مسموح له أن يلبس زيه ويطيل شعره، المسيحي من حقه أن يلبس الصليب في صدره، فهذا بحق ذاته يمكن دكتورة فلة يعتبر تمييز أولا ضد المرأة وثانيا ضد يعني الدين، رأيك بذلك؟ بالتأكيد، لذلك كانت هناك رسالة ضد هذا التصريح من المفتشية العليا، والرسالة أكاديمية كتبها أكاديميين من الجامعات البريطانية، وأمضى عليها أكثر من 1000 يعني 1136 هذا آخر الإحصاء. نعم. ممكن أكثر بعد ذلك من المعلمين ومن الأكاديميين، أكثر من 100 أكاديمي يعني من الذين يشار إليهم بالبنان أمضوا هذه العريضة ضد المفتشية العليا، ومن يعني القادة في different faiths يعني في المعتقدات المختلفة كلهم تجمعوا أن هذا يعتبر تمييزا وعنصرية ضد المرأة المسلمة، وأعلنوا أنه خطير في الحقيقة، لأن هذه خطوة أخرى. يعني الخطوة الأولى أن يصبح التطبيع الكلام عن المرأة المسلمة بدونية في المجتمع وفي الإعلام أمرا عاديا. الخطوة الثانية أن ينتقل إلى التأسيس، يصبح مؤسساتي. هذه الخطوة التي اتخذتها المفتشية العامة لم تعملها، يعني ارتدت عنها، ولكن الإعلام نفسه هو من مركز قوة سيعطي يفتح الخطاب، يفتح النقاش حوله، وبالتالي المرأة دائما تضع المرأة المسلمة كأنها أنت مستثناة من بقية الأولياء، أولياء الأمور البقية لهم الحق أن ينشئوا أبنائهم وباللباس الذي يريدون، ولكنك أنت لست مثلهم ولست فأنت دونهم، وبالتالي علينا أن نسائلك عن طريقة تربية وتنشئة أولادك، وعلينا أن نتحقق من هؤلاء الأولاد. فالبنت هنا يميز عنصريا ضدها من المؤسسة في المدارس الابتدائية، وهذا خطير، هذه نقلة خطيرة. دكتورة فلة، وربما حديثك يجعلني أذهب قليلا في الآونة الأخيرة، أيضا أستاذة وفاء، ظهرت شاهدنا العديد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن كيف يؤخذ الأطفال من أهليهم المهاجرين، وهذه في حد ذاتها مؤلمة، يعني ربما نحن يعني فيها ربما بعض السلبيات، ربما تكون التربية صحيح غير صالحة، ولكن التركيز على العوائل المسلمة بحد ذاته مؤلم. رأيك؟ طبعا مؤلم جدا، لأنه أنا في جمعية اسمها حقوق الإنسان في بريطانيا بعثوا لي فيديو عن عائلة سورية لاجئين هنا في بريطانيا، وآي ثينك الجيران، أعتقد أنهم الجيران شكوا عليهم فأخذوا 3 أولاد إلها، وللأسف ممنوع تشوفهم. ممكن يسمحوا لها حتى القاضي يعني حكم أنه نهائية يعني ممنوع تشوفهم، وما بعرف شو عنف من الضغوطات النفسية التي مروا بها تعرض لها اللاجئين، ويعني مش بس بسوريا وبفلسطين، كملت يعني في بريطانيا كمان، حياة والعيشة في بريطانيا منها سهلة أبدا.
فاحتمال كبير هذا يكون ضغوط على العوائل، ولكن لا يتمادى ولا يجوز أن يأخذوا العائلة أبنائهم، هذا كبدهم يعني. يعني ما فيش أعطل من هيك ولا أصعب يعني من ولا هيك أكيد. أصعب من هيك. اسمحي لي أستاذة وفاء، أيضا دكتورة فلة، ننتقل إلى محور آخر. ربما عندما نتحدث عن الحال المرأة العربية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أول ما يخطر بالبال هو اللاجئة السورية وما تتعرض له اليوم من استغلال. يعني هو للأسف النظرة للمرأة المسلمة ليس فقط في الدول الغربية، يعني دون المستوى ودوني لنقل بهذا التعبير، ولكن للأسف حتى في دول اللجوء اللي مفروض أن تحمي المرأة هناك انتهاكات كبيرة لحقوق المرأة السورية اللاجئة، وأكيد ذلك ينطبق على العراقية المهاجرة اللاجئة وأيضا من دول أخرى. نذهب إلى إسطنبول، معي من هناك الأستاذة غصون أبو الذهب الناشطة السياسية والإعلامية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة غصون. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. نتحدث عن المرأة السورية بعد الصراع داخل سوريا عندما تركت الوطن، وهناك أيضا في الإعلان إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه من حق الإنسان أن يهرب من الاضطهاد ومن التعسف ومن الحروب إلى أماكن آمنة وفيها سلام وحماية. هل تعتقدي أن المرأة السورية المهاجرة تحصلت على هذه الحماية بعد هروبها من المعارك والحروب؟ حقيقة لم تحصل المرأة السورية على الكثير من حقوقها ولم تحصل على الحماية المناسبة. نعم. حقيقة هي تعرضت إلى الكثير من الاضطهاد في بلاد اللجوء وفي مخيمات التي نسميها للأسف مخيمات العار، التي ربما فيها مئات الآلاف من السوريات، والتي تعرضنا إلى مختلف أنواع الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب لربما وجرائم ضد الإنسانية. فهناك بعض المخيمات قد تعرضت إلى القصف حتى في بعض البلاد المحيطة بسوريا مثل لبنان مثلا. وتعرضت إلى أسوأ أنواع المعيشة، بعض الخيام تعرضت للحريق، كان نتيجة وفاة الكثير من النساء والأطفال للأسف. نعم. أستاذة غصون، سؤالي الآخر، نحن الآن في فصل الشتاء وهناك يعني آلاف الأسر السورية يقطنون هذه المخيمات، مخيمات اللجوء، يعيشون في الخيم، خاصة أنه سمعنا أنه حتى هناك أطفال ولدوا في هذه الخيم لا يعرفون ما معنى الدرج أو ما معنى الحائط للأسف الشديد، ظروفهم في هذا الطقس البارد. يعني وهذا جزء من حقوق الإنسان، يعني تعلمنا ودرسنا أنه الإنسان يجب أن تحفظ كرامته في هذه المخيمات. كيف تعيش المرأة وكيف تستطيع أن بالفعل تحفظ كرامتها وكرامة أولادها، خاصة المرأة التي فقدت زوجها أو زوجها كان جريح أو أسير؟ الآن أصبحت المرأة اللاجئة تعتبر الخيمة كبيت لها. حدثينا عن هذه المعاناة. هناك الكثير مما تعانيه المرأة السورية في المخيمات، أقلها لربما الرعاية الصحية المطلوبة، الحصول على الغذاء المناسب، وربما تتعرض إلى الكثير من الضغوطات من حيث الزواج القصري، وشاهدنا الكثير من زواج القاصرات في بعض المخيمات. هذا غير عدم توفر البنية التحتية المناسبة للعيش كحياة كريمة في هذه المخيمات. هناك للأسف نقص شديد في المواد الغذائية والإغاثية والمواد الطبية. نعم. أستاذة غصون، يعني
عندما نتحدث عن زواج القاصرات، يعني طفلات لا يبلغ عمرهم غير 14 و13 سنة، وهذه قمة المأساة. هنا نتحدث أيضا عن حقوق الطفل وليس حقوق المرأة أيضا. يعني عندما تتعرض الفتاة للاستغلال إذا كان في زواجها وكأنها تباع وتشترى كسلعة، أو إذا كان في سوق العمل. يعني نحن سمعنا أنه في تركيا على سبيل المثال أجور العاملة السورية ربع ما تتحصل عليه العاملة التركية. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ نعم، في هذا الكلام الكثير من الصحة. المرأة في أفضل أحوالها تعمل لساعات عمل طويلة، هذا إن حصلت على عمل مناسب. وهناك الكثير من الاستغلال لها من رب العمل، وربما تتعرض إلى الكثير من المضايقات، وربما تصل إلى حد التحرش. وشاهدنا الكثير كما كذلك من النساء التي فقدنا فعلا في الكثير من البلاد المحيطة التي هاجرت لها المرأة هربا من الحرب. وربما الكثير تعرض منهم للإتجار من عصابات المختلفة. من لربما كان أسوأها استغلالهم جنسيا، وكذلك بيع أعضاءهم. للأسف، للأسف الشديد. أستاذة غصون، أرجو أن تبقي معنا. سأذهب إلى دكتورة فلة. دكتورة فلة، المشهد مأساوي جدا. يعني نحن في هذا العصر، وبدلا من أن يعني توفر للإنسان حقوقه الكاملة، نحن نعيش أسوأ المراحل في مسألة حقوق الإنسان. يعني حقوق الطفل منتهكة، حقوق المرأة منتهكة، حقوق الرجل يعني للأسف لم يبقى حقوق. يعني حتى الواحد صار أصلا يتفاجئ أنه له حقوق للأسف الشديد في عالمنا العربي. تعليقك على ما يحدث، يعني بالنسبة للاجئين السوريين، يعني مسألة التسرب من المدارس أو التسريب والذهاب إلى سوق العمل، طبعا بتشجيع من الأسرة، من رب الأسرة، من الأب، من أجل حتى يتمكنوا من العيش على الأقل بكرامة. هذا بطريقة ما يعني يضيع من حقوق الفتاة، خاصة نحن نستمع أنه في فتيات عمرهن 13 و14 و15 سنة يذهبن إلى سوق العمل ويتم استغلالهن من الناحية المادية والجنسية. يعني إلى متى ستبقى المرأة تعامل وتستغل كجنس وكجسد برأيك؟ استخدام المرأة كجنس وكجسد هذا ليس خاصا بالمجتمع العربي أو الآن نحن في أوروبا. رأيت فضائح الميديا، فضائح الإعلام، سواء في أوروبا، سواء في بريطانيا في أوروبا، أو سواء في أمريكا، يعني هوليوود، رأينا هذه الفضائح. إن المرأة كي تحافظ على عملها في سوق العمل عليها أن تسكت، لأن هذا الذي يعتدي عليها اليوم ويتحرش بها قد يكون المشرف على عملها مستقبلا، فتجدها تسكت كنوع من الاستعباد لأجل أن تحافظ على عملها. ونحن نتحدث الآن على نساء أوروبيات، على نساء غربيات يعيشن في أوروبا وفي أمريكا، ولهن من النفوذ ومن القوة، ولكنها تجد نفسها في مثل هذا الحال. فما بالك بامرأة في ظروف الحرب واللجوء والتنقل والهجرة، كيف سيكون حالها؟ طبعا هذه المرأة سواء في المرأة السورية الآن في أماكن مختلفة، أو المرأة في المرأة البوسنية من قبل، رأينا حالات الاغتصاب التي حدثت يعني سيستماتيك، يعني حدثت بطريقة منظمة ضد المرأة البوسنية. والآن المرأة السورية حين تعاني من هذا العنف الجسدي والعنف النفسي، من المسؤول؟ نحن نتحدث عن حالات جزئية. النظام السياسي العالمي المنافق الذي يدخل في يعني يتحدث عن الحقوق الفردية على المستوى الجزئي، ولكنه يدخل في حروب تحرق الأخضر واليابس. الآن المرأة اليمنية تعاني كذلك من الأمراض، وتعاني من فقد الأولاد ومن الأوبئة ومن المعاناة. هذه المرأة لما تفقد الزوج، سواء المرأة في اليمن أو المرأة في سوريا أو المرأة في فلسطين أو المرأة في أماكن أخرى من العالم، وسواء مسلمة أو غير مسلمة، هذه المرأة ستصبح هي تستعبد لأجل لقمة العيش. نعم. يعني كي تحافظ على حياة أبنائها. الآن هي لن تفكر في لما تكون
فلذلك نحن الحل يبدأ بمناقشة هذه الحروب أولا. لماذا هذه الحروب الطاحنة ولأجل من ومن المستفيد من هذه الحروب؟ ثم ننزل فعلينا أن نعالج هذه الأمور. يعني المرأة الآن تقدم يعني بالرغم أن هذه الحروب وظروف طارئة وتحدث للجميع لكنها تقدم على أساس أنها تستعبد باسم الشريعة لما نرى في الغرب. فحتى ظروف هذه المرأة يتاجر بها لأجل تنميط هذه المرأة نفسها والتي يعود عليها لو تحدثنا في أوروبا يعود على تهميشها في العمل. الآن توجد بحوث أكاديمية تثبت أن الاسم إذا كان اسمة أحمد ومحمد وعبد الرحمن وعمر هذه الأسماء المسلمة فهذه الأسماء تجعلك في مكان لا تحسد عليه أثناء تقديم العمل. فأنت في أوروبا عموما تكون نسبتك في الحصول على العمل أقل، فما بالك إذا كان شكلك يعني الحجاب يزيد في الطين بلة، لأن أنت بالحجاب منمطة كذلك على أساس أن ليس عندك قرار، ليس عندك كفاءة، ليس عندك لغة. كل هذه التنميطات تنعكس على المرأة. ونحن لما نتكلم عن المرأة السورية اللاجئة لما تأتي هنا إلى بريطانيا أو إلى غيرها من الدول الأوروبية من المفروض أن تكون هناك دورات تثقف هذه المرأة بالقوانين المحلية، يعني أنها تضرب أولادها، أنها ممكن يأخذ منها الطفل، أنها ممكن تخرج تتسوق وتترك الطفل لوحده على أساس أنه آمن لأنها مازال عندها نظرة المجتمع القديم الذي تعيش فيه، فأن هذا هنا غير آمن وبالتالي إذا أحد اشتكى يأخذ منها الأطفال. فهذه كذلك يوجد تقصير من المؤسسات التي تقوم على اللاجئين في قضية التوعية ولا نلوم المرأة. دكتورة أفلا، يوجد تقصير من المؤسسات في مجال التوعية، وأكيد سأنطلق بهذا السؤال مرة أخرى للأستاذة غصون. اسمحي الأستاذة وفاء سأعود لك. أستاذة غصون، يعني بالفعل سمعنا عن الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعمل على توفير التوعية للاجئين السوريين في مخيمات اللجوء. إلى أي مدى هذه المنظمات بالفعل تقوم بدورها أم أنه مجرد كلام يعني في النهاية؟ عزيزتي اسمحي لي لك، يمكن مشاكل المرأة السورية ليست فقط في المخيمات. نعم. حقيقة قصور المنظمات حتى في الداخل السوري موجودة، وهناك انتهاكات كما ذكرت سابقا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. اسمحي لي أن أقول لك تفضل. أن المرأة السورية تتعرض لأنواع كثيرة من الانتهاكات والجرائم، أولها القتل خارج نطاق القانون وربما يكون هذا في مقدمتها. وهناك العنف الجنسي والاعتقال والخطف والتهجير القسري، وهذا غير عن فقد الزوج والولد والكثير من أفراد العائلة. سأمر سريعا على بعض الإحصائيات من الشبكة السورية لحقوق الإنسان ربما قد تنير على مأساة المرأة السورية. لقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما يزيد عن 24,700 أنثى منذ عام 2011. للأسف المرأة في سوريا لم تتمتع بأي حماية دولية من المجتمع الدولي، وكانت أغلب المنظمات قاصرة في هذا الموضوع. من 2011 حتى الشهر الماضي قتلت 13,344 أنثى بالغة و 11,402 طفلة. 84% من هذه النساء قتلن على يد النظام السوري، ويقدر عددهن ب 20,919 أنثى، وقتلت 988 أنثى على يد القوات الروسية الداعمة للنظام السوري، والباقي قتلنا على يد جهات مختلفة. للأسف يوجد في سوريا 6,700 أنثى قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في سجون النظام السوري. قتل ما لا يقل عن 41 سيدة تحت التعذيب. حقيقة هذه الأرقام مرعبة جدا، وحقيقة هي بعيدة حتى عن الواقع. هناك بعض الجهات توثق ربما ضعف هذه الأرقام.
المرأة في سوريا عزيزتي تتعرض للاعتقال إن كان لها أخ أو أب مطلوب أو زوج مطلوب، ممكن أن تغيب لسنين عديدة داخل المعتقل وتتعرض إلى شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي ومنها الاغتصاب، والكثير فعلا كما ذكرت قد توفينا تحت الاعتقال، وهذا مثبت في صور قيصر التي عرضها قيصر في الأمم المتحدة. نتمنى إرسال مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز في الداخل السوري والبحث في السجون السورية وخاصة منها السرية. نعم أستاذة غصون، يعني تكلمت عن أرقام مخيفة حقيقة، لكن أريد أن أسمع رأيك عن المرأة السورية، دور المرأة السورية اللاجئة، خاصة هناك الكثير من المتمكنات علميا يعني والمثقفات، دورهم في مثل هذه المؤسسات في التوعية في التنوير، خاصة للواتي يعني في حالة صعبة أو يشكين من قلة الحيلة أو لا يستطعن العمل لظروف عديدة ويتم استغلالهن، إلى أي مدى تلعب الدورة السورية دورا في هذه التوعية، وهل يسمح لها؟ لأنه نحن كما نسمع أن هذه المنظمات الدولية التي تأتي إلى مخيمات اللجوء تأتي فقط للمساعدة، لإعطاء المواد الغذائية، لإعطاء بعض الأدوية، ربما بعض البطانيات، ربما يقتصر دورها على ذلك. تفضلي. هناك الكثير من المنظمات التي تعمل حقيقة على توعية المرأة وتوعيتها من حيث الحقوق والواجبات وخاصة في بلاد الاغتراب. ربما عزيزتي أن هذه المنظمات تعمل في طاقة ممكن وصفها بالضعيفة نوعا ما، لأن الحاجة شديدة فعلا لمنظمات تكون عاملة بشكل أكثر جدية وبطريقة أكثر مهنية لربما. نعم. عدد اللاجئين السوريين ربما بلغ أكثر من 10 ملايين على حسب ما أعلم، هناك 3 ملايين في تركيا. هذا عدد مهول، ليس من السهل التعامل معهم، وخاصة كما ذكرت الأخوات في الاستديو أن ربما ليس من أولويات المرأة الآن الخضوع لربما لدورات أو لدورات مهنية يعني توعية، فالأولوية الآن بالنسبة لها البحث عن عمل لإعالة عائلتها. لإعالة عائلتها ولحمايتهم أيضا طبعا. سأعود إلى ضيفتنا في الاستوديو. ربما مخيمات اللجوء الفلسطينيين ليست ببعيدة عن هذه المعاناة والمأساة، هناك صمود حقيقي يعني لهؤلاء يعني اللاجئين وتحديدا المرأة. أكيد حضرتك ممكن أن تتحدثي عن هذا الموضوع، الموضوع الصحي، الخدمات الصحية. نحن نعرف أنه في لبنان على سبيل المثال الأنروا وهي التي أنشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين الآن بدأت تقصر في عملها، بدأت تخفض من يعني خدماتها حتى تحديدا على المستوى الصحي. سمعنا الكثير من القضايا الإنسانية، الكثيرات للأسف متنا بسبب عدم توفر الإمكانية لعلاجهن داخل المستشفيات. حدثينا عن هذه المأساة. أخت وجدان، أول شيء يعني دعينا ننظر إلى الزمن البعيد، حيث كانت الإمرأة الفلسطينية بحد ذاتها أو سورية أو لبنانية عربية مسلمة مسيحية بغض النظر، كل أنواع الإمرأة كانت معززة مكرمة، ما في داعي تشتغل، وإن وجد شغل لها في الأرض حسب رغبتها. نعم، ولكن الآن الإمرأة جبرت أن تشتغل وأن تفرض نفسها على المجتمع، وأنا أؤيد ذلك، بس الظروف التي تمر فيها الإمرأة المسلمة ظروف صعبة، وخاصة الإمرأة السورية والفلسطينية وفي مخيمات لبنان ككل. نعم، نحن بحاجة لتوعية
نحن بحاجة لدعم دعم السبورت من اليونايتد نيشن الأمم المتحدة. وكما قالت الأخت تفضلت لازم يشرفوا بنفسهم، يعني مظبوط في بعض منهم يحتاج دواء، بعض منهم يحتاج تعليم، بعض منهم يحتاج نفسيا يعني تتكلم معاه يرتاح، اللي منه بعيدا عنك فقد أمه، اللي فقد أبوه، اللي فقد ابنه، فقد أخوه، هذا دمار يعني لا يمكن يتعالج لا بالدواء ولا بالمال ولا بأي شيء. هذا يحتاج إلى دعم عاطفي ودعم معنوي ونفسي، ولكن نحن في ظروف صعبة الآن، سواء في مخيمات كما تفضلت الأخت، يعني القاصرات عم يعني ما بعرف كيف بدي أوصف لك إياها، يتعرضوا هذا أصعب شيء للإنسان اللي عنده كرامة. وأنا بعرف كل المسلمين إخواني وخواتي وحتى المسيحية إلى ذلك عندهم كرامة ما بسمحوها، يعني هاي أصعب شيء يعني، وهاي أبسط حقوق الإنسان سواء فلسطيني أو سوري بغض النظر. إنه يعني بالمخيمات وفوق كمان إنهم يعني في المخيمات ويعني يعانوا هالمعاناة للأسف الشديد ويتم استغلالهم. عودة إلى دكتورة فلة. دكتورة فلة، ربما سمعتي ضيفتنا في إسطنبول عندما تحدثت عن وضع المرأة السورية. برأيك هل سكوت المرأة هو من يجعل حقوقها ضائعة لنقل؟ ليس دائما، يعني لا نستطيع ان نجلد الضحيه. احيانا تكون المراه مجبره او تغرق في تفاصيل حياتها اليوميه، طبعا عليها ان تسعى ان يكون لها صوتها العاقل وصوتها المسؤول في المجتمع، ولكن علينا ان ندعمها كي يكون لها هذا الصوت، لا ان نفرض عليها الصوت الذي نريده. الان المشكله ان الفرض على المراه وخاصه المراه المسلمه، الفرض عليها كيف تلبس، الفرض عليها ماذا تفكر، الفرض عليها، لانها هي يريد يعني يتهمونها انها مسلوبه الاراده وانها تحت ظل الرجل في المجتمع المسلم، ولكن كذلك تريد ان تسلب منها الاراده ويعطى لها يعني املاء عليها كيف يجب ان افكر وكيف يجب ان البس، والا انا لست بمتحرره. المشكله مثلا في اوروبا الان، احنا لما نتكلم عن المراه اللاجئه في سوريا وفي يعني سوريا في لبنان وفي تركيا وفي غيرها من الاماكن، نتكلم عن المراه في الازمات، المراه الليبيه من قبل كذلك، المراه التونسيه تحت نظام زين العابدين بن علي حين كانت تسوق في اوروبا على ان المراه قد تحررت في تونس، وهذه تعكس الاشكاليه الاوروبيه الغربيه هنا حول النظر الى المراه، لان هناك هنا يعني جاء المجتمع المسلم صار جزءا اساسا من الواقع الاوروبي، احدث هناك هزه وتساؤل للعلمانيه الاوروبيه وخاصه في فرنسا مثلا اللائكيه الفرنسيه وهي اكثر تشنجا من العلمانيه البريطانيه، ولا لهذا تاريخه في العلاقه بالدين ومع الدوله. ولكن دعنا نتكلم ان هذه يعني وجود المراه المسلمه بشكلها وبزيها الظاهر قد اخرج الى السطح تناقضات في قضية تعريف الحرية وفي قضية تعريف الهوية وفي قضايا كثيرة أخرجتها إلى السطح. ونجد في فرنسا مثلا حقوق الإنسان ولكن المرأة تحرم من التعليم. دكتورة فلة، نعم، لابد أن نذكر هنا بأنه على الرغم يعني من كل هذه الانتهاكات والضغوط التي تتعرض لها المرأة المسلمة أو العربية لنقل، إلا أنه هناك يعني بدأت تثبت وجودها، بدأت تتكلم، بدأت تتحدث، بدأت يعني ترفض الاضطهاد الذي تتعرض له يعني، وهناك الكثير من الأمثلة المشرفة، ألا تتفقين معي في ذلك؟ بلى، يعني قدرة الضغط يولد الانفجار، وهناك من بدأ يعني شباب نشأوا هنا وولدوا وتربوا في المدارس الغربية، ثم تأتي هذه البنت يفرض عليها ويقول ليس لك إن أن تفكري إلا الوصاية من عندي، فهي تقول لا. فهنا تصبح الهوية بين الهوية التي تريقني والهوية التي الهوية السياسية، فبعض الأحيان يلبس الحجاب ليس كهوية دينية، أحيانا عند البعض يلبس الحجاب كهوية سياسية، أنني
بالشكل الذي أريده، وليس دائما بهذه الطريقة، ولكن وجدنا نساء بدأنا يخرجن ويعني أصواتهن أنني موجودة، ورأيناها في الرد على ديفيد كاميرون المرة الماضية، كان هاشتاج أنه كان في تويتر أنني لأنني أنا مستسلمة فأنا أقول لك هذا يا ديفيد كاميرون. ورأينا النساء في فرنسا مثلا يأخذن يرفعن قضاياهن إلى المحكمة الأوروبية احتجاجا على الواقع الفرنسي في حرمانها من أساس التعليم يعني. قضية بريطانيا هنا كذلك، قضية الأوبستاد هذه خطيرة لأنها تشجع المدارس أن إذا تعرضت البنت غدا إلى التنمر من الأصدقاء بسبب حجابها فبدل أن يساءل الوضع وأن تدعم فإن الأسرة هي التي تساءل، وبالتالي فإن البنت تشجع على خلع الحجاب حتى ترتاح من التنمر. وهذا الشفت، هذا التحول في قضية النظرة إلى هذا ظلم للمرأة كذلك، وهذا وصاية عليها بطريقة أخرى في مجتمع يعني ندعي نحن أننا نشجع الصوت. نريد مزيد من النساء المسلمات الثابتات لوجودهن ولهن صوت ولغة وفكر في المجتمع، سواء المجتمع الأوروبي أو المجتمع المسلم بصفة عامة، لأن لنا كوارثنا في المجتمعات المسلمة كذلك. بكل التأكيد. للحديث بقية دكتورة فلة الأحمر الأكاديمية والباحثة في المجال التربوي والاجتماعي، كنت معنا من مدينة نوتنغهام، وأيضا أشكر الأستاذة غصون أبو الذهب الناشطة السياسية والإعلامية من إسطنبول، وأشكر الأستاذة وفاء أبو سعد الناشطة أيضا والعضوة في الجالية الفلسطينية والأردنية. شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، التغطية مستمرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ابقوا معنا.